خلينا بقى نتحول لأخبار المحافظات وإيه اللي حصل فيها. في اسكندرية تم البدء في رصف الشوارع الفرعية والرئيسية بمنطقة المعمورة، وفي المنوفية مبادرة مشروعك نفذت 21 مشروع بتمويل حوالي 5,700,000 جنيه خلال شهر سبتمبر اللي فات. خليني أقول لك إن في نقلة نوعية حصلت وحضارية في محافظة المنوفية، مش تحيزا والله عشان أنا من المنوفية، أنا عارف أنت هتقولي كده، بس فعلا يمكن أنا كنت هناك من أسبوعين تقريبا. لا، في تغير ملموس على الارض، في نقله حضاريه فعلا موجوده في كل القرى اللي موجوده، ويمكن السبب فيها حياه كريمه زيها زي حل يعني محافظات اخرى برضو. مجرد ما حياه كريمه بتدخل زي ما تكون قبله الحياه كده، بترجع الحياه من جديد في المحافظات والمدن والقرى. خلونا نروح من المنوفيه لبني سويف اللي تم فيها تاهيل وتبطين 701 كيلو من الترع والمجاري المائيه. اما محافظه قنا فتم فيها افتتاح مركز شباب رفاعة بقوس بشكل تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسكندرية تم بدء أعمال الرصف بعدد من الشوارع الفرعية والرئيسية وأعمال تطوير المنشآت الصحية والتعليمية عشان يستفيد منها نحو 12,000 أسرة من أهالي المعمورة البلد، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق الحضرية الأشد احتياجاً. في الدقهلية شهدت المحافظة اصطفاف المعدات الهندسية للمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، وبلغ إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة ما يقرب من 1,000 معدة متنوعة. في المنوفية أعلنت المحافظة إن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 38 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وده من خلال تنفيذ 21 مشروع بتمويل 5,707,000 جنيه لتوفير التسهيلات اللازمة وتعظيم دور مبادرة مشروعك وتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فأسوان نظم فرع المجلس القومي للمرأة 8,250 زيارة منزلية استهدفت توعية 49,000 من السيدات والرجال والأطفال بقرى ونجوع مركزي إدفو وكومومبو ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بلدي أمانة، وده في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين. في المنيا أعلنت المحافظة إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 209,361 حالة على مدار شهر سبتمبر الماضي ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، وده لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً. في بني سويف أكدت المحافظة إن إجمالي ما تم تبطينه وصل ل 701,430 كيلومتر من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية، وده وسط حالة من تذليل المعوقات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. فأسيوط أطلقت جامعة الأزهر فرع أسيوط قافلة طبية مجانية في جميع التخصصات الطبية، وده في إطار المشاركة المجتمعية تجاه أهالي محافظة أسيوط. تضم القافلة تخصصات الجراحة العامة والأنف والأذن وطب وجراحة العيون والبطن العامة. في قنا افتتحت المحافظة أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز شباب رفاعة بمركز قوس تجريبياً، وده ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. يقع مركز شباب رفاعة على مساحة 10,627 متر، وبيضم ملعبين وأيضاً مسرح صيفي مكشوف وحديقة ألعاب للأطفال ونادي للفتاة وحضانة أطفال، وباقي المساحة عبارة عن مساحات خضراء فضلاً عن المبنى الإداري اللي بيضم صالة ألعاب وغرفة تنس طاولة وجيم.